على هذه الإطلالة وموجز الأنباء. ومشاهدينا طبعا في هذا العيد مختلف تماما عن الأعياد السابقة. المشهد السياسي كان ليه تأثير على الاحتفالات بعيد الفطر، ده اللي هيكون عنوان حوارنا اللي جاي إن شاء الله، ولكن معنا تقريبا نتعرف على أهم ما فيه ونعود إليكم وهذا الحوار. مع انتهاء شهر رمضان الكريم لم يشهد الشارع المصري حلا للمشهد السياسي المحتقن، خاصة بعدما أعلنت مؤسسة الرئاسة عن فشل الجهود الدبلوماسية مع جماعة الإخوان المسلمين. واتضحت الرؤية أن أجواء الأزمة السياسية الحادة ستلقي بظلالها على عيد الفطر المبارك. وبعدما كان يؤدي المصريون صلاة العيد صفا واحدا في مختلف ميادين مصر ويتشاركون جميعا الأجواء الاحتفالية للعيد المبارك، انقسم المشهد بطريقة حادة إلى جزئين ما بين ميدان رابعة العدوية وميدان التحرير في مشهد غير مألوف للشعب المصري. وشهد الشارع المصري في أول أيام العيد انقساما في ساحة الصلاة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومؤيدي الحكومة وخارطة الطريق، فاستمرت تظاهرات مؤيدي المعزول الذين خرجوا في مسيرة من المساجد تحت شعار مليونية عيد النصر، وإن مر الأمر بهدوء وغابت عنه مشاهد العنف وواصل اعتصامهم الذي تخطى حاجز 40 يوما في ميدان رابعة العدوية. وعلى الجانب الآخر في ميدان التحرير أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر وهم يرددون هتافات مؤيدة للجيش ولعزل مرسي. ومع قرب انتهاء عيد الفطر المبارك لا زالت الأجواء المشحونة تسيطر على المشهد السياسي وتزداد حالة الترقب الشديد في الشارع المصري لما ستؤول إليه الأيام القادمة وما سيسفر عنه قرار الحكومة بفض اعتصامي النهضة ورابع العدوية. إذن موضوعنا في هذا الحوار المشهد السياسي في مصر وكيفية تأثيره على الاحتفال بعيد الفطر المبارك خصوصا هذا العام. هناك اعتصامات ما زالت متواجدة في رابعة العدوية والنهضة، هذا بالنسبة لمحافظة القاهرة والجيزة، لكن أيضا هناك عدد من المسيرات ليبت الشوارع بالأمس لأنصار الرئيس المعزول، وهناك اشتباكات ونوع من تقدير الصفو بالنسبة للمحتفلين في عيد الفطر المبارك. هل اختلفنا؟ هل نفسية الإنسان المصري متقبلة بكافة هذه التغيرات والنواحي الاجتماعية وتأثير هذه الأحداث عليها؟ كل هذه الأمور سنجيب عليها في هذا الحوار مع الباحثة الاجتماعية الأستاذة نجلاء هيدي. رحب بك يا أستاذة نجلاء. صباح الخير يا أستاذة نجلاء، كل سنة وحضرتك. كل سنة وحضرتك وكل سنة ومصر كلها بخير يا رب. أستاذة نجلاء، يعني زي ما احنا زي ما هبة قالت ان هناك اختلاف في الشارع المصري في أجواء للاحتفال بهذا العيد، كيف تجمع هذا التأثير على مظاهر الاحتفال بالعيد من وجهة نظر حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا شايفة أن لو هنتكلم الواقع هنقول أن العيد لسه ما جاش، وأن العيد اتسرق من مصر السنة دي، لأن فعلا لو حضرتك شفتي وجوه الناس ووجوه الأطفال بنحاول نحس ان احنا في عيد، ولكن فعلا الفرحة مسروقة من كل بيت والفرحة مسروقة في الشارع والفرحة مسروقة من كل مكان. وكان احنا كعادتنا كمصريين احنا اولى شعوب العالم اللي نعرف يعني ايه اعياد من ايام الفراعنة، واحنا اولى شعوب العالم اللي كنا بنجيب الاحتفال بالاعياد كويس جدا، وكانت كل الدول بتحاول تقتد بينا وتيجي من بلادها وخاصة الخليج عشان يتمتعوا بجو مصر وجمال مصر والمناظر الطبيعية اللي في مصر واثار مصر بالعيد. العيد المواسم العيد شهر رمضان بالظبط. الحقيقه الاحداث اللي حصلت الاخيره في مصر دي للاسف سرقت الفرحه من كل بيت وسرقت العيد من مصر فعلا يعني. فربنا يرفع الهمه دي عن مصر وعن الامه الاسلاميه يا رب، ونرجع نحتفل باعيادنا من تاني. سؤال حضرتك بقى بالنسبه للمشهد العام والاجواء اللي انعكست على العيد ووصلتنا للحاله اللي احنا فيها دي.
طبعا احنا مش هنقعد بقى نتكلم كبير ونقول ان احنا نرجع بقى لمين السبب وايه اللي وصلنا للي احنا فيه، كلنا عارفين يعني ان هي، بس انا حابه اوصل للناس مفهوم، لان حتى اولادنا وشبابنا الصغيرين بيقولوا لي الكلام ده، بيقولوا يا ريت ثوره 25 يناير ما كانت حصلت. انا بزعل جدا لما بسمع الكلمه دي. الثوره جميله والثوره حلوه والثورة حسستنا بمتعة يكفي متعتنا في ميدان التحرير بالإحساس الجميل والانتماء اللي شعرنا به اللي عمرنا ما هنقدر نعوضه تاني. ولكن للأسف عشان ما كانش فيه قيادة وعشان التسليم للفترة الانتقالية ما كانش صح وما كانش فيه تخطيط، هو ده اللي سرق مننا الثورة. وبرضو رجعنا قررنا نفس الغلطة في 30 يونيو وقعنا في نفس الخطأ لما طلبنا من أن مرسي يتعزل ويرحل، برضو ما كناش جاهزين لقائد، مع أن أي ثورة على مر التاريخ حتى الثورة البلشفية على مر عصور التاريخ لازم يكون لها قائد ويكون لها تخطيط ومن وراها شعب يأيدها. فهو ده، احنا كنا شعب فقط، الثورة بتاعتنا كثورة شعب. احنا لو كانت ثورة 30 يونيو خرجت بقائد وبعدها الشعب بعد هذا القائد كانت فعلا هتبقى الفلاج خلاص، كان لكن العكس هو صحيح. كل ثورة حصل ان الشعب هو اللي خرج وراه بدون قوات مسلحة، خرج وراه الداخلية، ما كانش في قائد، كل ده ما اعتبروش قوات، ما ظهرش عند القائد. لذلك انت لما جيت اتحطيتي في مأزق، يا زي ما شبهولنا الجنة والنار، يا تاخدي رئيس مرسي يا تاخدي احمد شفيق، بقت الناس مضطره متعشمه وجه خير، يعني بتقول لك ربما ناخد الاسلاميين ربما يصلحوا حال البلد بعد اللي شفناه وبعد النهب اللي اتنهبناه. ولكن طبعا كلنا شايفين انه ما اتحققش اي شيء، لا من اهداف الثوره ولا من الوعود اللي قالها الدكتور مرسي ولا من النهضه اللي خلينا حلمنا. لكن يعني الشارع المصري في هذه الاثناء بيشهد حاله من الانقسام الشديد بين الاحزاب المختلفه وبين القوى الثوريه وبين الشعب وبين جماعه الاخوان المسلمين، هناك انقسام ونوع ايضا من التخوين الشديد. صحيح. لو تفتكر حضرتك يا استاذه نجلاء اخر لقاء انا كنت معاكي فيه هنا، ايوه، كنا بنقول، وكان معك الاستاذ حسام، كنا بنقول ان مصر انشطرت شطرين وبقت وانقسمت قسمين في الفكر. لكن النهارده بقى انا بقول لك مصر ما بقتش قسمين فقط، مصر انقسمت وتفتتت الى اقصى وادق ما يمكن من الفكر والثقه والمحبه. بقى في اختلاف شديد جدا، بقى في التفرقه شديده جدا، بقى في التخوين شديد جدا. ولكن انا عايزه اقول حاجه، ده ممكن ياثر على سلامه المجتمع ولا انقسام الفكر مش ممكن ياثر على السلام؟ والله يعني سؤال حضرتك جميل جدا. اللي عايزه الكلمه اللي حابه ان انا اقولها من خلال المنبر الجميل بتاعكم ده، عايزه اقولها لمصر وللعالم كله والعالم العربي. يا جماعه مصر بلد 5000 سنه حضاره، لا يمكن ان يستهان بها ولا بشعبها ولا بفكره حتى لو كان مجرد بائع بسيط. عندنا ظهير حضاري وعندنا ورث وارث حضاري تاكدي انه بيأثر على شعبنا، وهو ده اللي نزل الشعب في 30 يونيو، مش جماعه تمرد ولا غيره، لا، اللي نزل الشعب ان احنا شعب واعي وشعب فاهم حتى لو ما كانش دارس في مدارس ولا في جامعه، وشعب بيحب بلده بدليل المظاهرات والناس الكتير اللي نزلت في 30 يونيو والناس اللي نزلت بالظبط كله سبب عشان القوات المسلحه في صد الاعتصام والقضاء على الارهاب وفي ثوره 25 يناير. يعني الشعب بيحب بلده، ولكن ممكن يكون هناك نوع من الخطا في زي الدب اللي قتل صاحبه اللي هو بيحب البلد. لا معلش اسمحي لي اصور المعلومه شويه. احنا عارفه حضرتك الاغنيه بتاعت امال ماهر اللي بتقول مصر شالت كتير يرضي مين؟ فعلا مصر اتحملت كتير جدا. مصر اتحطت في اطار مؤامره عالميه كبيره تأمر علينا فيها الغرب وتأمرت علينا فيها امريكا. بالنسبه للاغنيه دي للاسف بمناسبه الاغنيه، يعني حضرتك هتكملي كلامك ان هي اتمنعت من وزير الاعلام شفت وين الاخوان السابق قبل 30 يوم بس رجعت بعد 15 يوم تقريبا او زي ما كانت اغنيه محمد ان هم كانوا بيعتبروا ان الاغنيه ديت بتحفز على العمل الوطني والعمل والروح الثوري. فاللي عايز اقوله ان احنا بالرغم من ان انا بقول ان احنا اصحاب حضاره ومن ان احنا شعب عندنا انتماء وان احنا شعب بنحب بلدنا وان احنا اولى شعوب العالم ايمان وتوحيد بالله من ايام الفراعنه، وبالرغم من ذلك الضغوط الخارجيه اقوى مننا. ضغوط خارجيه لايه؟ لاعاده تخطيط خارطه
خريطة جديدة للمنطقة. يعني من أيام ما دخلوا العراق 2003 وهو فيه تخطيط لتغيير شكل خريطة العالم والشرق الأوسط، العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. فالتآمر علينا شديد جدا، والتآمر علينا كبير جدا من أمريكا والدول الغربية وبعض الدول العربية. ده اللي خلاهم أنهم يصمموا على أنهم يعملوا ما يسمى باسم الفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة دي هي اللي احنا بنعيشها بقى دلوقتي، واللي بيعيشها معظم العالم العربي في فيما يسمى بالربيع العربي. يعني لأن احنا يعني يمكن الثورات دي بعد ثورات ما قامت كان هناك نوع من إقحام الدين في الأمور السياسية، وهو ده بالطبع اللي أدى إلى فرقة مجتمعية في مصر أو في الدول اللي قامت فيها ثورات الربيع العربي. وتونس بيكون نفس الوضع، تلاقيهم كلهم على وتيرة واحدة. وبرضو يعني أنا هدي حضرتك أكبر دليل على أن فعلا أن احنا محطوطين في مخطط أجنبي وماشي وبيشرفوا عليه. أنت عارفة حضرتك أن من ضمن المرشحين لأنه يبقى سفير أمريكا في مصر روبرت فورد ده، لو ترجع حضرتك وتشوف ملفاته، ده اللي كان سفير أمريكا في سوريا سنة 2011 وهو اللي أشرف على كل اللي حصل في التفرقة اللي حصلت في سوريا، وأشرف على تكوين الجيش الجديد اللي هو المنفصل اللي سموه الجيش الوطني. ويشرف وأن باترسون كانت عندنا من سابق كانت أفغانستان برضو التفرقة واللي حصل دعم الإرهاب. بالظبط، إذا هم دارسين كويس أوي وعارفين بيعملوا إيه. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا ما نقبلش أي سفير أمريكا تفرضه علينا، لازم نشوف ملفاته ولازم نشوف تاريخ السفير ده إيه ووضعه. سفير بالإجرام ده المفروض نرفضه، لو ما تفرضوش أمريكا علينا. كمان عشان نعرف إن الفوضى اللي إحنا فيها دي فوق طاقتنا وإنها فعلا مخطط. حضرتك من حوالي 15 يوم أو من قبلها كمان بفترة الكونجرس الأمريكي درس كيفية منع المعونة عن مصر، وإن يجب أن توجه هذه المعونة الأمريكية للبنية التحتية في أمريكا. كان مبررهم إيه تفتكر حضرتك؟ إن مصر سوف تعاني من فوضى ليس لها مثيل قد تطيح بالبلاد والجزء. يعني إذا هم عارفين مسبقا اللي إحنا فيه، ودليل إن في خطة موجودة عندهم وخريطة موجودة عندهم لتقسيم مصر ونشر الفوضى إلى آخره. لكن الشعب المصري أنا عايز أرجع لنفس السؤال اللي بتطرحه نبلاء وطرحته على حضرتك. الشعب المصري وطبيعته من النواحي الاجتماعية، أيوة، حتى لو كان المداخل السياسية منزودة بدين في خلط كمان بين الصواب والخطأ. صح. مدى تقبل الشعب المصري لده؟ هل ده ممكن يفتته؟ ولا الشعب المصري على قدر من الوعي الكافي والحضارة زي ما حضرتك قلتي يقدر يصد كل هذه الدعوة والمخططات؟ أنا براهن على الشعب المصري إنه شعب واعي ومدرك وفاهم كويس قوي، وإن اللي بنمر بيه دلوقتي من كثرة الضغوط علينا. لذلك عايز أقول إن في دور كبير جدا على القوات المسلحة والسياسة. فرق السياسي بإيه؟ لما طلب من الشعب إنه ينزل يديله تفويض في 30 يوم، الشعب كله لبى النداء. وبعدين من بعد التفويض كان في 2/7 3/7 او 3/7 3/7 بالظبط عشان نكون دقيقين. طيب لما طلع الشعب قدام التفويض، لو تلاحظ حضرتك هنقول ان هم بيحاولوا يتبعوا سياسه معينه عشان منع الدم وحقن للدماء في فض الاعتصامات، برغم ان اخذ التفويض كان يوم 26/7، ما هو عشان يوم الجمعه 3/7 النزول كان التفويض حصل من الشعب من 26 لا ده 3 كان 3/7 البيان 30/6 كانت اللي هو لما المصري نزلت اعترضت على مرسي وطلبت منه الرحيل. 3/7 كان بيان الفريق الازهر والتعيين للمشروع الفردي. لكن 26 احنا كنا في رمضان طلب التفويض بالظبط، وكان يوم جمعه وطلب التفويض فمصر وقال انا طالبكم تنزلوا يوم الجمعه بالظبط. مظبوط 26. فاللي عايز اقوله ان هنا بقى المفروض على السيد فريق السيسي ان ما فيش ليه تواصل نفسي واعلامي مع الشعب يشد من اجله، ويبقى في تواصل ما بينه وما بين الشعب عن طريق الاعلام. لان الوقت الشعب المهم اداله التفويض 30/26 وهو مش شايف اي نتيجه، وهو مش شايف اي تحرك. معلش بس اقول لحضرتك حاجه، يعني هو كان في تصريحات في الجرايد النهارده وخصوصا في جريده المصري اليوم ان لحظه الحسم بدات تقترب، يعني هم طبعا احنا اكيد في رمضان اكيد واحنا في العيد، فيعني هم برضه بيدوهم فرصه
ما ينفعش ان يبقى في فض اعتصام بالقوه، ومش هيقبل ابدا لا الفريق السيسي ولا الجيش المصري ان هو يضرب مصريين، ولكن هناك او تسيب نقطه دم على الارض بيحاولوا ان يوصلوا لقطعه حديده، يعني ان هو لابد ان يكون هناك نوع من المهادنه ونوع من المسايسه في فض الاعتصام. فض الاعتصام يعني الاول لازم يبدا تدريجي تدريجي تدريجي، ولكن ان شاء الله لابد من فض هذا الاعتصام. وانا بقى هنا بطالب بايه بقى؟ عشان الشعب يقدر يقف الوقفه اللي حضرتك قلتيها، ان احنا مهما يجينا من الخارج نكون عندنا صلابه، ان لو في تواصل بيننا وبين الشعب عن طريق القيادات عن طريق الاعلام يعني حضرتك دلوقتي احنا كلنا بنشوف ايه في التلفزيون، بنشوف ان الجماعه المعتصمين دول بيوصلهم رمل واسمنت وطوب ومش عارفه وجبات ووجبات وكراتين ميه، والكهرباء موجوده والميه موجوده وقاعدين مكانهم. طب والباصات عماله تشحن تخرج، يعملوا مسيرات ويسمح لهم بالدخول تاني، ونسمع عن دخول اسلحه، وبعدين يقول لك بيعملوا مش عارف ايه خرسانه، وبعدين يعملوا دروع. طب انت ليه بتسمح لهم بدخول الحاجات دي؟ ما احنا برضو لازم نتكلم معانا. صح انت بتقول انا مستنيش، مش معنى انك تستني انك تسيبهم يعملوا دوله داخل الدوله ويحصنوا نفسهم، وبعدين تيجي تقول ايه انا بقى خلاص هدخل اقتحمهم او انا بس. طب انت ابدا من دلوقتي، ابدا انك اقطع الكهرباء عنهم، اقطع الميه، حتى لو البيوت العماير اللي بيسحبوا منها الكهرباء والميه، احنا في حدنا مع اسرائيل. اعتقد بيسحبوا من العمومي من الشوارع، من الشوارع من العمارات كمان بياخدوا من العماير. طب احنا في حربنا ضد اسرائيل مدن القناه حصل لها مش حصل تهجير؟ تهجير، هجر العماير دي بس لمده اسبوع واحد وسكنهم. ايوه بس هو في ناس اخذت شقها مش يعني اللي عنده حد يوفر لهم، بس ما عندوش يعني مثلا الجيش اللي وفر والداخليه اللي توفر. اولا ميزانيه الجيش ما شاء الله كبيره، وده يعتبر احنا نعتبر في حرب، مش ميزانيه الجيش للحرب. احنا في حرب، يوفر للناس زيان اماكن ولو لمده اسبوع، ويهجر المنطقه يعتبرها تهجير لمده اسبوع واحد، يفصل الكهرباء ويفصل الميه ويقلل بقدر الامكان عميه الدخول والخروج الميكروباص اللي يطلع يا سيدي ما يرجعش تاني. ما انت بتزود الحشد، ما انت كده بتزود حشد. لا احنا ما بنحاربش يا استاذه نجاه. لا والله ما بنحاربش مصريين، احنا بنحارب فكر، لكن هم مصريين برضه انا مش هعملهم على العموم. ولا ايه الفرق انك ما انت ما بتحارب عدو، بتحارب بالسلاح. انت دلوقتي بتحارب فكر، انا كلامي ده نحاربه بالفكر. الفكر اللي هو ايه؟ انك تقلل الدعم اللي بيدخله. لا ايوه بس انا ما اقدرش اقلل عنه لا مواد غذائيه، ما انا ولا اقلل عنه كهرباء ولا ايه سبب. ما هو لا انا بقول لحضرتك حاجه، ما هي ما في مستشفى ميداني في رابعه. المستشفى دي اكيد محتاجه اجهزه بتشتغل بالكهرباء، فانا ما اقدرش لا اقطع عنه الميه ولا اقطع عنه الاكل ولا اقطع عنه. طب على اللي موجودين في رابعه ممكن يكون فيهم اخويا واخوك كويس وجاري وابن عمي وابن خالي. طب على الاقل امنع بقى، مش معنى ان انا مختلفه معاه في الفكر. طب انا عندنا، طب ليه سايبه بقى بيعمل سور وعمال يبني؟ ازاي سامحه له بالحاجات دي؟ سامحه بدخول الحاجات دي؟ معلش انا اقول لحضرتك حاجه، ما هو ساعات حضرتك يسيب لك الحبل الحبل لغايه ما تشنقي بيه نفسك. لا مش للدرجه دي. انت طب وليه نوصل بالامور لكده؟ ما هو انا من البدايه امنع دخول كده، هم انا من البدايه امنع دخول الحاجات. لابد من محاولات الحوار يا اما بالمنشورات زي ما القوات المسلحه كانت بترسم، زي الداخليه كانت بتسقط عليها المنشورات والدعوات لفض الاعتصام والانذار اللي الداخليه. وده اللي خلينا نقول يا استاذه ماريا، طيب دور المؤسسات المختلفه الاعلام ومخبطه، خصوصا ان هم عاملين منصه قويه جدا ومركز اعلامي خاص بيهم بس بالظبط كده، وبيخطبهم الاعلامي اللي هم عايزين يسمعوه. وفي نفس الوقت دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ودي مرفوضه تماما ان هي تدخل الاعتصام. يعني احنا كان لينا اكتر من حوار معاهم منعوهم، وتم العزول على عدد من الافراد. التلفزيون المصري لا بيسرقوا، دي حاجه خدوا عربيات ومشوا بيسرقوا، دي حاجه تانية. طب انت هتخبي الناس دي ازاي؟ تخبي العقول دي ازاي؟ خلي بالك العقول دي مش قاعده مقيمه من يوم ما عملت الاعتصام، ده بتخرج. في ناس بتروح الشغل وترجع، في ناس بترجع بيوتها، وفيهم ناس انا اعرف ناس اخوان مثلا اصحاب ولادي، من واحد من الاخوان الاساسيين صديق ابني بنتكلم معاه، بنكلمه على الموبايل وانا بحاول اتواصل معاه وبياخد ود معايا في الكلام. ليه كلنا ما نقولش بالدور ده؟ ان انت لما انت عارفه ان ابن اختك اخواني مثلا، او انا عارفه ان صاحب ابني اخواني او حتى ابن اخواني، ليه احنا ما ننتهزش فرصه اللقاء معاه؟ لا طبعا بيحصل دوت، ولكن هم عندهم لا الناس بتتجنب المود الفكري، هم متبنيين فكر معين وما عندهمش استعداد ان هم تتحاوري او تتناقشي. يعني طبعا في تطاول بقى في النقاش بالظبط. يعني انا عن نفسي احترم
كل الآراء، ولكن يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية مهما كان، ولكن لما يكون هذا الاختلاف يؤدي إلى تدمير الوطن من هنا تفسد القضية. بالضبط، ويفسد الود. طبعا الأزهر عليه دور كبير جدا، المساجد عليها دور كبير جدا في المساجد، هناك من يؤيد وضد من معه ومن ضد، فلازم الحوار يتم توحيد الحوار. الكنيسة عليها دور كبير، المجتمع المدني زي ما حضرتك قلت، الإعلام، يعني نحاول نحن بقدر الإمكان نتواصل. وبعدين أنا عايز أقول حاجة، يعني مصر بلد 5000 سنة حضارة، 7000 سنة مستنية أمريكا اللي بقى لهاش 400 سنة، أو مع احترام الدول الخليج اللي ما بقلهمش عشرات السنين، هم اللي يجي يحلوا لنا مشاكلنا، واحنا اللي بنعمل المناهج في كندا، علمائنا المصريين هم اللي بيطبعوا بيحط خطط المناهج التعليميه في كندا ودول اوروبا، واحنا اللي مننا العلماء، وانا برسل له تحياتي ودعائي بالشفاء له الدكتور الحبيب الغالي الدكتور احمد زويل شفاه الله وعافاه، فبرسل له تحياتي من مصر وبقول له كل سنه وهو طيب. احنا عندنا علماء بنفتخر بيهم على مستوى العالم، هل يعقل ان احنا مستنيين ان الدول دي تيجي هي اللي تحاول تحل لنا مشاكلنا؟ وبعدين خلي بالك هي مش بتحل مشاكلها حبا فيكي، ده هي بتيجي تحل المشاكل لاجندات خاصه بها هي، عشان تنفذ سياسات خاصه بها في مصر. وعايز اقول كلمه لشعب مصر عشان تعرف ان بلدك بلد عظيم. رئيس عبد الله الغني هو رئيس تركيا، طلع بيان قال فيه ان مصر هي المحرك الرئيسي في العالم العربي والاسلامي. شوف يكفيك الكلمه دي، سواء كنا نتفق مع تركيا او نختلف، وبرضه ايران سواء نتفق او نختلف. وجه السيد ايت الله الخميني كلمه بيطالب الشعب المصري ان هو اللي يحل مشكلته بنفسه، وان شعب مصر قدير على انجاز الاجلام. احنا طبعا بنحل كل مشاكلنا، هنحل مشاكل العالم، هنحلها بنفسنا، بس احنا ما نقدرش نرفض دعوه للحوار او حد جاي بيمد المساعده، ممكن نستفيد منه، ولكن في الاول وفي الاخر يعني محدش بيمسح دمعه حد غير صحيح، ولا يحك جلدك مثل زفت. بشكل عام مش هقول لك بس من بعد 30 يونيو، هقول لحضرتك من بعد 25 يناير 2011 المجتمع المصري كده حصل له لخبطه في سلوكياته بشكل غريب. ليه؟ وازاي نعالجها عشان نمشي على الطريق الصح؟ يعني اذا كنا احنا دلوقتي حاطين خريطه سياسيه للمستقبل او خريطه طريق، طب ما المجتمع كمان عايز خريطه طريق برضه عشان يخش في المنظومه دي. لمستي حته جميله جدا جدا، لمست جانب اجتماعي يعني له اساس، عشان اللي انت فيه النهارده ده تجنبيه ولادك بكره. الكلمه اللي انت بتقولها دي معادله صعبه جدا، عشان تجنبي الاطفال طالع دلوقتي اللي احنا فيه دلوقتي، بنزل الاحداث وعايشينها بالظبط، وسامعين الراي والراي المضادي، وبيكونوا شخصيه. بالتالي ما انتش انت اللي بتربي ابنك لوحدك. صحيح صحيح، دي قضيه تعب التلفزيون، دي قضيه خطيره بالظبط، واليوتيوب وغيره. فانت لمست حته مهمه جدا، لذلك انا عايز اقول حاجه، عايز اقول يا ناس ويا علماء مصر ويا مفكري مصر والمشرفين على المناهج في مصر، ما ننساش التعليم وما ننساش الشباب وعقول الشباب، ونفضل منغمسين في اللي احنا فيه. الدراسه خلاص قربت على الابواب، لازم المناهج تعد من دلوقتي، هم اجلوها علشان المناهج تعدل، لازم تعد وتعدل بانك تطوري الفكر وتسمحي بحاله الحوار في وتعلمي ابنك انه يسمع. ما كانش في حد عندنا بيسمع لحد، وانت تسمعي، اسمعي ابنك وخدي منه، واسمعي وخدي منه كل اللي جواه ووجهيه بعد كده للصح والخطا. فلازم عن طريق التعليم هنقدر ان احنا لو حط التعليم صح والخطط التعليميه صح، طبقت المنهج الديني وطبقت الفكر وطورت التكنولوجيا وتطورت مع العالم وعملت انفتاح، ما احنا ما فيش انغلاق، واديت حريه الراي وحريه التعبير وبعدت عن الحشو في المناهج. طب والكبار مش كمان كده بس، كمان احنا نسينا حاجه مهمه، احنا نسينا حاجه مهمه، انت عندك في طاقه شباب، ان ما طلعتيش الطاقه دي ووجهتها صح في المدرسه زي زمان عن طريق حصص الالعاب الرياضيه الموسيقى وعن طريق الكشافه اللي كانت بتتعمل يوم الجمعه، وراح ان ما وجهتيش الطاقه دي صح، وخاصه بعد اللي الشباب بيمروا فيه ده دلوقتي، يبقى يا رحمن الرحيم. فلازم ينتبه، وبعدين لازم تعملي الرحله، الرحله في طلب العلم. خدي ابنك، لازم نرجع الانتماء، خدي ابنك انت كاسره وانا كوزاره التربيه والتعليم. احنا للاسف كمصريين ما عندناش الثقافه دي، يعني ممكن اللي بره يجي يزور اثارنا ومتاحفنا، واحنا عمرنا ما بنفكر ناخد ابننا نفكر. معلش دي دعوه
اللي كل الاباء والامهات، ولكن عايز اقول ان مسؤول التربيه والتعليم مدى المناهج عليهم عبء كبير جدا بان لازم تدخل الرحله ضمن اعمال السنه في انك تطبق اللي بيدرسه الطالب في تنظيم المتاحف والاثار. انا عارفه ان حضرتك كنت بحضر النشاط. نعم في شعر اللي انا عايز اقوله هو ملخص حوارنا وملخص ما بيحدث في الشارع والحاله اللي هي في مصر، بس في ابيات بسيطه جدا. يا مصر يا حلوه يا اغلى الديار، علمك مرفرف رمز المنار، سفينتك تايهه بدون رادار، ولا ربان فيكي بيعت القرار، وناس في السفينه عددهم كتار وقاعدين بس يرغوا طول النهار، وياكلوا في خيرك ويهربوا يوم الاختبار، ويرجعوا يهللوا يوم الانتصار، يا خوفي عليكي يا زعيمة النضال من عودة سلول يشعلوا فيك النار، وبقول يا رب استرها معاها دي مصر حبيبتي أغلى الطيار. مصر حبيبتنا كلنا، بنشكر حضرتك على هذا يعني كل سنه طيبين، كل سنه وحضرتك مصر كلها بخير يا رب. استاذه نجلاء عيد الباحثه الاجتماعيه، اشكر جزيل الشكر على هذا الحوار وعلى هذه الابيات الجميله السريعه في حب مصر وسريعه نتحول